شعيرة شخصية والصلاة شعيرة شخصية، بينما الزكاة والإنفاق شعيرة لها علاقة بالآخرين، ولذلك السبب هي أهم شعيرة في الإسلام، لأنه ما علاقة بالآخر. الصيام أم الزكاة؟ لا الزكاة، لأنه الصيام خاص بأتباع الرسالة المحمدية، في كل الرسالات في الصيام، بس صوم رمضان صوم رمضان هو من ركن أركان الإيمان بالرسالة المحمدية. يعني أنا وقت بصوم رمضان تعرفني أنه أنا من أتباع الرسالة المحمدية، ولذا فهو من أركان الإيمان وليس من أركان الإسلام. تحويل أركان الإيمان إلى أركان الإسلام حول الإسلام إلى محله. طيب الاثنين، الأصل الصوم هو صوم عن الكلام، يقولوا صام الديك يعني ما عاد صوم، وإني نذرت للرحمن صوما فلا يكلم اليوم إنسيا، قال إياتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سوية. الصوم عن الكلام أصعب جدا من الصوم عن الطعام. يعني تصور رمضان رب العالمين طلب منا الصوم عن الكلام، كلوا واشربوا، الشرب واقف، البلد كلها بتوقف، العلاقات الإنسانية الآن تستدعي الكلام دائما. يعني الصوم عن الكلام أصعب. نعم. هل الآن بالصوم أول شيء قلنا إنه الصوم شعيرة مو بس لكم، كانت قبلكم، يعني كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين لعلكم تتقون، حدد الصوم بشكل عام. ويبدو كان أياما معدودات، أياما معدودة لكل الأشهر الشرائع، أيام معدودات. أنا أنظر إلى الآية فقط، فمن كان مريضنا أو على سفر فعدة من أي منكم مريضنا أو على سفر فعدة من أيام أخر. عم يعطيك الأصول الصوم. نعم. أنتوا اللي قبلكم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أعطاك الأصول. انت قررت الصوم، قلت له طيب وين الايام اللي بدي تصومها وشو تساوي؟ قام شرح لك. يعني الايه اللي بعدها اللي قررت الصيام معدودات، ومن تأنب غيركم مرنا او عندهم ايام والذين غيرتهم طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فخير، وان تصوموا خيرا لكم ان كنتم تعلمون. طيب انا انت لا لك مريض ولا لك مسافر، حال لحاله انت تطيق الصوم، ما عندك مشكلة بالبطي، بحق لك تفدي الصوم، والتفدي فدية مو كفارة. وعلى الذين يطيقون فدية طعام مو كفارة. يعني إذا قررت ما تصوم أنت بتفدي الصوم، مو بتكفره، مو كفارة عليك. لا تكفر عن إفطارك، يعني لا تكفر عن هذا، تفدي. رأي غريب. فدية الفدية فدية الفدية الكفارة لذنب الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ويكفر السيئة. كفارة حنس أو أي شارح لكتاب الله له ما له وعليه ما عليه، لكن يبقى السؤال، هل سيحاسب المسلم أمام الله على أنه أخذ من فلان أو فلان أو تعلم عن فلان أو عن فلان؟ بالقطع الإجابة لا، كل إنسان مسؤول عن نفسه. ولذلك النهاردة أريد أن نتدبر الآيات وننسى تماما اللي احنا اعتقدناه أو فكرنا فيه. طبعا في منتهى الوضوح لا تحتاج إلى شرح، لكن تحتاج فقط إلى تدبر. فرق كبير بين الكلمتين، عشان واحد يقول لك طب ما هو ما أنت لما تشرح احنا بنتدبر. لا، أنت المفروض تتدبر النص، أنت الشخص المسلم نفسه هو المفروض يتدبر النص القرآن. والحكاية اللي نجح فيها من أرادوا أن يشوهوا الإسلام إن هم دخلوا لك التفسير والشراح والكلام والسلام، كان على قصد واحد إنه يبعدك عما أمرك الله تبارك وتعالى به. أفلا يتدبرون القرآن؟ وإحنا قلنا هذه القالة أو هذه الآية وقعت في قرآننا في آيتين، والآيتين يعني فيهم كل ما تريد أن تقوله فيما يفعله الناس الآن. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الصيام تخفيفات إلهية كثيرة جدا توضح
مشقة هذه الفريضة. يعني زمان أنا قلت في مجلس وفي أكثر من مجلس وفي أكثر من مكان، إذا أنت سألت واحد مسلم وقلت له ما رأيك في مسألة الصيام أو في فريضة الصيام، وقال لك دي سهلة خالص، ده الواحد يلا الساعات بتجري هوب أتغدى هوب أتعشى أفطر أعمل، يبقى بيتكلم في مسألة بعيدة عن الصيام تماما. لأن الصيام في الحقيقة بطريقة التكليف الإلهي في سورة البقرة يوضح أن فيه مشقة، وهذه المشقة مطلوبة لتتعلم شيئا واحدا من الصيام ومن كنه الصيام، واحنا ماشيين في الآيات هتتضح لنا هذا. لما خد بالك أنه لو أنت سألت أي مسلم الصيام فريضة على مين، هيقولك على المسلمين. في الحقيقة القرآن ما قالش كده، القرآن قال يا أيها الذين أسلموا ولا يا أيها الذين آمنوا، فالنداء هنا للمؤمنين يوضح مشقة الفريضة، وأن الله تبارك وتعالى يخاطب جماعة المؤمنين، وأن في الانصياع لهذا الأمر أن تتحول فورا من الإسلام إلى الإيمان. وإحنا كنا اتكلمنا زمان لو أنت فاكر يا محمد في مسألة درجات الإيمان أو درجات الإسلام، أنه يبدأ بالإسلام ثم الإيمان، أو درجات العبودية بمعنى أصح، أنه يبدأ بالإسلام ثم الإيمان ثم التقوى ثم الإحسان ثم إسلام الوجه لله، والخمسة دول هم درجات العبودية اللي بني عليها القرآن في مسألة العبودية لله تبارك وتعالى. يعني